بين جدران المكان وعلى أرصفته الحجرية سارعت الخطى بوقت مضى، وناس انتهت قصصهم بلحظة غدر قذيفة إرهاب. بنفس المكان لكن الوقت اختلف، حركة الناس والعجقة واللمة بين حارتها وتحت سماها، هو صار سيد المكان والزمان. انوجدنا بقلب الشام القديمة، وكان سؤالنا لأهلها عن ماضي مرق وهلأ كيف عم بعيشوا أيامهم. فرق كتير كبير بين قبل ما يكون وقت كان هالقذايف وهالحرب الشرسة اللي كانت على كل المناطق. نحنا كتير قريبين من الغوطة الشرقية، كان كتير يجينا منها قذايف وتأثرت كتير هون البلد، وطبعا حتى الحركة التجارية كتير كانت تقريبا متوقفة. ولا هلأ الفرق كتير كتير، الفرق كبير طبعا. هلا حركة العالم غير، العالم رجعت توصل لهون، كانوا كتير يخافوا من الوصول لهالمنطقة. كتير فرق، الحمد لله نشكر الله. صار فيك تتجولي، صار فيك تروح وتجي، أول ما كان في أمان. كنا نجي نقعد يعني نقعد بحذر، نقعد بطرف بناية، بدنا نمشي خايفين، عرفت شلون؟ قذائف كانت تنزل مثل مطر. انت بس هلا الحمد لله نشكر الرب انه عايشين بامان، والله فضل علينا، وان شاء الله بتتم على كل سوريا. اول كثير كان حركه كثير تعبانه، يعني ايامات ما نشتغل بنوب نوقف بعض احيان تكون قذائف كثيره ما نشتغل نهائيا. بس هلا الحمد لله يعني شوي شوي عم تتحسن اكثر من اول، ان شاء الله لقدام احسن. بزر. اهم شيء هي راحه النفسيه، ارتحنا نفسيا من هالقذائف، اهم شيء هي انه كنا نطلع نخاف من الرجعه. هلا في امان واستقرار الحمد لله، ان شاء الله بلدنا للخير، وبلدنا طول عمرها كلها خير. أكيد الواحد يعني بيمشي مرتاح أكتر، نفسيته مرتاحة أكتر، بحس إنه خلص يعني صارت الأمور تمام، ما بعد متلبك إنه خايف بس ده يوصل على البيت. أكيد كل شيء بيفرق. بكفي كلمة الأمان الموجود يعني بكل دمشق القديمة، لحتى يخلي العالم ضلها تروض على المطاعم، تفوت على المطاعم من جديد، تطلع بدون ما تخاف، هذا لحاله بكفي. الأزمة اللي مرت علينا 8 سنين يعني كانت سجن بالنسبة لنا، هلأ ردت لنا الروح، ردت لنا الحياة، لا نشكر الله. إن شاء الله الله يديم هيك الأمن والأمان بقيادة رئيسنا بشار الأسد. هلأ للحب حكاية تانية، حكاية عرف قيمتها أبطال قدموا الأغلى ليبقى الياسمين غافي على جدران المكان. في سرير الأبد لا يحن إلى أحد.